سنة حل مية سنة عل مية سنة هلا من فيلم الفيلم. وبعد مرور أكتر من 100 سنة سينما، تعالوا ندخل في ملف شائك شوية ونتكلم على أهم الممثلين اليهود في السينما المصرية. اليهود في السينما المصرية بين الإبداع واتهامات الخيانة، ويا ترى إيه كان دورهم وقت الحرب؟ وقفوا مع مصر ولا مع ديانتهم اليهودية؟ تعالوا سوا نتكلم على أشهر فنانين مصر من أصل يهودي. هنتكلم على حكاية مطربة يهودية نفست أم كلثوم وانتهت حياتها بالتسول، ونتكلم على الممثلة اليهودية اللي اتقال إنها شريرة واللي في النهاية سلحت جيش مصر وكرمها السادات. يا ترى إيه هي حقيقة دادة حليمة، الممثلة اليهودية اللبنانية المصرية الأصل واللي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة وسابت للأوقاف ثروة كبيرة، وإيه سر موتتها الشنيعة؟ طب إيه حكاية أشهر ممثلات اليهود في السينما المصرية واللي تميزت بالرقة وهي متهمة بالمشاركة مع الموساد في اغتيال عالمة مصرية؟ يلا بينا نبدأ حلقتنا، لكن كالعادة قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا. مصر هي أم الدنيا، مش بس عشان هي بلد قامت فيها حضارة متقدمة من أقدم الحضارات في العالم وتاريخها، لكن كمان عشان هي الأم اللي بتحضن كل ولادها بكل دياناتهم، ما بتفرقش بين واحد والتاني. وأكبر دليل على الكلام ده منطقة مجمع الأديان بحي مصر القديمة، اللي هتلاقيها الطرق فيها بتضم نماذج أثرية بتأكد التعايش الموجود بين فئات المجتمع على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم. والكلام بنأكده لما نلاقي جامع عمرو بن العاص في المنطقة مع 9 كنائس ومعبد عزرا اليهودي، عشان يثبت ان وجود اليهود في فترة معينة من التاريخ كان طبيعي جدا في مصر. وكانت التركيبة الأساسية للسكان اليهود في مصر بتتكون من اليهود اللي بيتكلموا عربي وهم الربانيون القراءون، واللي انضم ليهم السفرديم بعد طردهم من أسبانيا. وبعد افتتاح قناة السويس ازدهرت التجارة في مصر، وده اللي جذب ليها الأشكناز اللي بدأوا في الوصول لمصر بعد المذابح اللي تم تدبيرها لليهود في أوروبا في الجزء الأخير من القرن 19. المهم إن اليهود لقوا الملجأ والأمان في مصر، ودقوا في المجتمع وتحولوا لنسيج واحد، وزيهم زي أي حد كان منهم الغني والشخصيات الكبيرة زي إطاوي باشا وزير مالية مصر، وكمان كان في التجار وأصحاب المشاريع والصحفيين ومهن كتيرة جدا ومنها طبعا الفن. بدايتنا النهاردة مع رائد المسرح المصري صنوع يعقوب اللي اشتهر بأبو نضارة، واللي كان بيصدر جورنال مصري وطني اتسبب في إن الخديوي إسماعيل أمر بنفيه. وكان عدد الممثلين اليهود حتى الأربعينات بيوازي، إن ما قلناش إنه بيزيد، عن عدد الممثلين المسلمين والأقباط على مدى تاريخ الفن في مصر. والأكتر من كده إن عددهم في بعض الفرق المسرحية زي مثلا فرقة جورج أبيض وفرقة سلام حجازي كان عددهم كبير، ويمكن كان السبب هو عدم حماس المصريين سواء بقى كانوا مسلمين أو أقباط للظهور على خشبة المسرح. والكلام ده برضو بينطبق على فن السينما، وأعتقد إن مفيش حد يقدر ينكر دور اليهود المصريين في نشأة السينما المصرية، واحتمال كبير يكون السبب إنهم كانوا بيتمتعوا بحريات أكبر عن نظائرهم من المسلمين والمسيحيين، فكان ليهم دايما حضور قوي، وإن كان الحضور في أدوار الكومبارس أكبر، وبالذات في أفلام الاستعراضات والرأس، لأنه وقتها كان الرأس وبدل الرأس والفساتين المكشوفة بتحتاج لجرأة كبيرة. كمان أغلبية اليهود كانت لازم تتعلم وتتكلم لغات، وبدل اللغة يمكن 2 أو أكتر، خصوصا اليهود اللي أصلهم أوروبي، فكانوا بيحتاجوا ليهم في تمثيل الطبقة الأرستقراطية أو الأجانب. واعتمدت صناعة السينما نفسها على اليهود المصريين سواء كانوا ممثلين أو مخرجين وكمان منتجين، وفضل الحال كده عادي جدا لدرجة إن ما كانش فيه أي سبب أصلا يخلي حد يفكر في ديانة أي فنان وأصله. الفنان كان فنان وبس. لكن مع نهاية الحرب العالمية الأولى وحرب فلسطين وبداية ظهور اسم إسرائيل، ابتدت تظهر نوايا كتير منهم، وظهرت أكتر في خمسينيات القرن العشرين، وبالتحديد بعد حرب 56. بعد حرب 56 وهجرة اليهود من مصر وعلاقة بعضهم بالموساد أو الجماعات اللي بتدعم الكيان الصهيوني، كان لازم يظهر تصنيف مختلف، لدرجة إن في فنانين الناس اتفاجئت جدا لما عرفت إن ديانتها كانت يهودية. طب هنروح بعيد ليه؟ أعتقد إن الناس كلها عارفة فيلم غزل البنات، اللي اجتمع في مشهد منه نجيب الريحاني وأنور وجدي وليلى مراد كثلاث فنانين بيمثلوا أطياف الشعب المصري وقتها. تعالوا بقى نتعرف على أشهر الفنانين اليهود في مصر. مزراحي واحد من أعمدة السينما المصرية،
وهو مصري من أصل إيطالي اتولد في الإسكندرية، وكانت بداية مشواره مع الفن كمخرج، وقدم نفسه باسم أحمد المشرقي. أنتج وأخرج مزراحي عدد كبير من الأفلام السينمائية الهامة، كمان قام بتأسيس أول نقابة للسينمائيين في مصر مع المخرج أحمد بدرخان، وأسهم في اكتشاف عدد من المواهب الفنية أهمها الفنانة ليلى مراد، وأنشأ كمان استوديو سينمائي جهزه بأحدث الأجهزة وقتها، وأسس شركة الأفلام المصرية بالأسكندرية، وقام مزراحي بإخراج عدد من الأفلام أهمها سلفني 3 جنيه ملقاش معك 3 جنيه سنة والساعة 7 لبست لشر ظروف في دهية من وش بسلاميتها الست أمه وشالوم الرياضي لا ما راح يلعب وأفلام تانية كتير، وأخرج وأنتج كإجمالي 19 فيلم. وفي سنة 1948 ساب مصر لأن تم اتهامه بالتعاون مع الصهيونية وقتها، وتم نفيه لإيطاليا وعاش هناك وهجر النشاط السينمائي. شالوم اتولد شالوم في اسكندرية سنة 1900 باسم ليو أنجل لأسرة يهودية بسيطة، حالها كحال أغلب الأسر المصرية، ولأن اليهود كانوا جزء أساسي في المجتمع انضم شالوم لفرقة فوزي الجزائرلي المسرحية، وبعدها اتعرف على المخرج توجو مزراحي واللي قدمه لأول مرة في بطولة فيلم الكوكايين سنة 1930. وعلى الرغم من أنه كان فيلم صامت، إلا أن شالوم قدر يثبت أنه من الممثلين الشاطرين جدا، عشان كده عمل سلسلة من الأفلام الكوميدية زي فيلم 5001 وشالوم الترجمان وشالوم الرياضي. ويعتبر شالوم هو أول فنان مصري تنتج أفلام خاصة تشيل اسمه، لكن في الوقت ده بدأت المنظمات والجماعات السرية اليهودية بتهجير اليهود لأرض الميعاد فلسطين، وشوية شوية ما بقاش شالوم يقدم أي أفلام، وتقال وقتها إن السبب إن توجو مزراحي بدأ يعتمد على فنان تاني هو علي الكسار، أو السبب التاني وهو كان الحساسية من كل ما هو يهودي في الوقت ده. وبعد بداية التهجير رفض شالوم الهجرة، لكنه عانى من ابتعاد المنتجين ومن رفض المجتمع ليه، فقرر إنه يهاجر لروما على الرغم من أنه اتعرف عنه حبه الشديد لمصر. وفي يوم 14 مايو من سنة 1948 كانت بداية الحرب بين العرب واليهود، واتقال أنه هيتم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في منتصف الليل. وقتها اتصاب شالوم بصدمة عمره، لأنه كان حاطط أمل على الرجوع لوطنه مصر، ولكن طبعا حلمه ما اكتملش، ومع إعلان قيام دولة إسرائيل أصيب بأزمة قلبية جديدة حزنا على حلم عودته لمصر. رأي إبراهيم اسمها الحقيقي راشيل ليفي كوهين، مولودة في أسرة يهودية وتعلمت في المدارس الفرنسية وبعدين في كلية الأداب، اكتشفتها بهيجة حافظ وقامت بكتير من البطولات السينمائية في كتير من الأفلام، وأشهرها رصاصة في القلب مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي غنى لها أغنيته الشهيرة حكيم عيون. وهاجرت للولايات المتحدة الأمريكية بعد قيام ثورة يوليو سنة 1952. تعتبر من أشهر الممثلات اليهود اللي دعمت إسرائيل، بالرغم من إنها من مواليد حارة اليهود بالقاهرة، إلا إن كان جواها عقيدة وإيمان بإقامة دولة إسرائيل، وفضل ده ولاءها الأول والأخير. وظهر ده بشكل قوي لما وصلت لأول سلالم الشهرة في الأربعينات، فكانت بتشجع يهود مصر على الهجرة لإسرائيل بعد حرب 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، وتعاونت مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال العالمة المصرية سميرة موسى، ودي الرواية اللي أكدتها تقارير صحفية على لسان حفيدتها اللي قالت إن جدتها ذكرت الأمر في مذكرات كانت بتخفيها. سابت مصر سنة 1956 للولايات المتحدة الأمريكية، واختارتها إسرائيل كسفيرة للنوايا الحسنة. ستيفان روستي اتولد ستيفان روستي لأم إيطالية وأب نمساوي، كان سفير للنمسا في القاهرة، انفصل أبوه عن أمه وعاش معاها في شبرا، وسافر للخارج كذا مرة وتنوع عمل ستيفان في السينما، فهنلاقيه كتب القصة والسيناريو وكمان قام بالإخراج لكذا فيلم وكتب سيناريوهات أفلام كتير، وده جنب التمثيل طبعا. ولكن ستيفان روستي كان بيعشق تراب مصر ورفض يسيبها ضمن صفوف اليهود اللي سافروا لإسرائيل بعد إعلانها كدولة في سنة 1948. وقدم ستيفان عدد من الأفلام المهمة منها تمر حنة، إذا كنت هتدفع رسوم مفيش لا غش ولا تزوير، وقلبي دليلي، امشي عند هالرجالة وحصلوني على تحت، حاضر يا معلم، وعنبر، حقك عليا يا باشمهندس بيه، معلش حقك عليا، وحرام عليك، لكن لازم ألفت نظرك إنك بتكلم البروفيسور عاصم. وتميز بتقديم شخصية الشرير خفيف الظل، ومات سنة 1964 واتدفن في تراب حبيبته مصر. ليلى مراد
اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد موردكاي، اتولدت سنة 1918 وتعلمت الغنى على ايد ابوها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني اليهودي برضو، وغنت بعد كده في الحفلات وتقدمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معاهم على الغناء بشكل اسبوعي. وفي سنة 1946 اشهرت اسلامها بعد كام سنة من جوازها من الفنان انور وجدي، ولكن ده ما منعش ان يلحقها تهمة التعاون مع الكيان الصهيوني بعد حرب 1948، ولكن هي طبعا نفت الشائعة دي، واللي كان روج ليها طليقها انور وجدي، وقامت متبرعة للجيش المصري اول ما رجع من حرب فلسطين، وماتت سنة 1995 وهي طبعا والدة الفنان المشهور زكي فطين عبد الوهاب. نجوى سالم، مين منا ما يعرفهاش ولا يعرف ضحكتها المتميزة؟ هي نظيرة سالم، اتولدت لأب لبناني وأم أسبانية سنة 1925، وأشهرت إسلامها سنة 1960 بعد جوازها من الناقد الكبير عبد الفتاح البارودي، واللي أكد إنها كانت مواظبة على الصلاة والصيام والزكاة، وكان ملازمها المصحف اللي في شنطتها في أي مكان تروحه، وكانت من ضمن صفوف الممثلين اللي شاركوا بعروضهم المسرحية وجمع تبرعات لتسليح الجيش المصري، ومن أشهر أفلامها السبع بنات وملك البترول واسماعيل ياسين في دمشق الحاول الدكتور أوام حالا يا أمي يا أمي شجرة. ده طبعا غير أدوارها في المسرح، وماتت سنة 1987. منير مراد، أخو ليلى مراد، واسمه الحقيقي موريس زكي مراد، وهو واحد من أعظم الملحنين المصريين واللي لسه ألحانه عايشة لغاية دلوقتي. لحن عدد من أشهر الأغاني زي يا دبرة الخطوبة وبأمر الحب ووحياة قلبي وأفراحه، وهو شقيق الفنانة ليلى مراد، وبرضه أشهر إسلامه في سنة 1966 ومات سنة 1981. نجمة إبراهيم، اسمها الحقيقي بوليني أوديون، وهي من أشهر الفنانات اللي قدمت أدوار الشر في السينما المصرية، واشتهرت بدور ريا في رائعة صلاح أبو سيف ريا وسكينة، قطيعة محدش بياكلها بالساهل، وبدأت عملها كمطربة، وبعدين قامت بالتمثيل والعمل المسرحي، ومنه اتجهت للسينما وقدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام. الشائعات اللي طلعت انها في الغالب اسلمت، وده بعد انتشار وثيقة بيتقال فيها انها كتبت انها اشهرت اسلامها، وده كان قبل موتها، وفي ناس بتأكد انها حولت بيتها لدار لتحفيظ القرآن، لكن في ناس تانية نفت الكلام ده واكدوا انها ماتت وهي يهودية بعد نكسة 67، لكن الاكيد انها قدمت عدد من العروض المسرحية وتبرعت بكامل ايرادات المسرحية لصالح الجيش المصري، وعشان كده منحها السادات وسام الاستحقاق، بالإضافة لمعاش استثنائي عشان عطائها الفني ووطنيتها النادرة، وكفاية إنها ما عملتش زي أختها سيرينا إبراهيم واللي سابت مصر وراحت إسرائيل، إنما هي فضلت إنها تفضل مقيمة على أرض مصر لحد النهاية، وماتت في سنة 1976. سيرينا إبراهيم، وهي الأخت الكبيرة للفنانة نجمة إبراهيم، وبدأت عملها كممثلة وشاركت في كتير من الأفلام، منها فيلم ليلى وطاقية لخفة، وبمجرد إعلان قيام إسرائيل هاجرت سيرينا فورا مع عدد كبير من اليهود اللي هاجروا من مصر، وما قدرتش تقنع أختها نجمة إبراهيم بالهجرة لإسرائيل. كاميليا، هي صحيح اتولدت في اسكندرية لأبوين مسيحيين، إلا إن جوز أمها اليهودي اتبناها وشالت اسمه وديانته، وبقى اسمها ليليان ليفي كوهين، وشاركت في عدد من الأفلام منها قمر 14، العروس هو بسلامتك العروس، واخر كدبه، انا كسرت العقد اللي ثمنه 5000 جنيه، النهار اسود 5000 جنيه حته واحده، لا حتتين، والمليونير، انت باين عليك تعبان قوي 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 قوي، وبابا عريس، سعيده منين؟ صحيح انه عنده فلوس لكن عجوز قوي يا ماما. وفرقت كاميليا الحياه بعد نتيجه حادث سقوط طائره، واتقال وقتها ان الحادثه كانت مدبره لانها كانت بتتعاون مع الموساد الاسرائيلي لما عرفوا بوجود علاقه عاطفيه قويه ما بينها وبين الملك فاروق، وقرروا استغلالها باستقطابها وتجنيدها. سلامه الياس، كوميديان اشتهر باداء خفيف الظل زي معظم اعماله مع الفنان فؤاد المهندس في عدد من الافلام والمسرحيات، وكان اخر افلامه عصابه حماده وتوتو مع عادل امام، ورفض الياس انه يسيب مصر بعد النكسه، وقدم بعدها عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، ومات في القاهرة سنة 1994. إلياس مؤدب، اسمه الحقيقي هو إيليا مؤدب ساسون،
وهو صحيح اتولد لأبوين مصريين، ولكن أبوه كان من أصول سورية وأمه مصرية، والغريب إن اسمها كان عائشة، والسبب إن أبوها وأمها ما كانش بيعيش لهم أولاد فسموها بالاسم ده. عاش في حارة اليهود واشتغل ساعاتي، وهي كانت مهنة أبوه ومهنة معظم اليهود في الوقت ده، واشتغل كمان مونولوجيست في الأفراح، واشتهر بإتقانه للهجة أهل الشام، وهو من ضمن الفنانين المصريين اللي برضو رفضوا الهجرة لإسرائيل بعد سنة 1948، رغم أن عائلته كانت يهودية من الجذور وحتى الفروع، ورفض كمان محاولات القريبين منه وما كانش معترف بوطن غير مصر، لكن تم التحقيق معاه في قضية اتهم فيها بالانتماء لشبكة تجسس ضد مصر، ونشرت المجلات وقتها خبر إحالة مؤدب للجهات الأمنية، وبعد فترة تم إخلاء سبيله وساب القاهرة ورجع للشام، ومات هو عنده 36 سنة، ويقال إنه كان نتيجة إصابته بجلطة دماغية من شدة حزنه على تركه لمصر. فيكتوريا كوهين كانت بتظهر ككومبارس، ومعظم أدوارها كانت شخصية اليهودية البخيلة، ومن أشهر أفلامها بين القصرين وأم العروسة والنشال، وماتت سنة 1966 في القاهرة. صلحة وأختها جارسيا قاسن. صلحة كانت أول ممثلة بتقوم بأداء شخصية الراجل على المسرح، مثلت في العديد من الأفلام منها قلبي دليلي وحلال عليك وبنات حواء، وماتت في القاهرة، عكس أختها جارسيا وهي ممثلة برضو وليها عدد كبير من الأفلام، أهمها فاطمة وماريكا وريتشل، أحمر شفايف، ولعبة الست، وهي هجرت لإسرائيل في فترة الخمسينات وفضلت تحاول تقنع أختها بالهجرة ولكن فشلت وماتت في إسرائيل. داود حسني، مواليد ضواحي الإسكندرية في سنة 1870 لعيلة مصرية يهودية من طائفة اليهود القرائين، واسمه الحقيقي ديفيد حييم ليفي، وقام بتغيير اسمه العبري عشان كان هربان من أبوه وديانته، وقام التلمذ على إيد شيوخ المسلمين زي الشيخ المسلوب، وعاش في حي السندائية الشعبي القريب من حي اليهود القرائين في اسم الجمالية، وتعلمت ليلى مراد الغنى على إيده، وغنى ألحانه عبد الحمولي والمنيلاوي وعبد الحي حلمي وزكي مراد والشنتوري والصفتي والسبع وأم كلثوم ونجات وأسمهان وليلى مراد، ولحن أكثر من 500 مقطوعة موسيقية، ولحن 30 أوبريت، ومن أشهر ألحانه البحر بيضحك ليه وأسمر ملك روحي وجننتيني يا بت يا بيضة ويا تمر حنة، وهو يعتبر من أعمدة التلحين في مصر في بدايات القرن العشرين، وشاهد بعبقريته محمود عثمان، ويسجل تاريخ الموسيقى العربية أنه أول واحد قام بتلحين أوبرا مصرية هي شمشون ودليلة، واتهم بعد كده بسرقة الألحان من أستاذه محمد عبده، وعلى فكرة ابنه اشتغل في الإذاعة الإسرائيلية، ومات في سنة 1937 واندفن بمقابر اليهود القرائين في البساتين. سعاد زكي ظهرت في الأربعينات وكانت مغنية وممثلة مصرية من أصل يهودي، وظهرت في كتير من الأفلام. اتولدت في القاهرة سنة 1915 وكان أبوها قاضي، ومانع في البداية إنها تستغل موهبتها الفنية، لكنها هربت واتجهت لأشهر صناع الموسيقى عشان تتعلم زي داود حسني والشيخ زكريا أحمد. اتجوزت من عازف قانون مسلم اسمه محمد العقاد، وسافروا للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خلفت ابنها وسمته موشي، وطبعا غضب جوزها جدا فقررت انها تهاجر لإسرائيل، وهناك غنت لمدة 20 سنة لحد ما بقت 57 سنة. كمان غنت مع زوزو موسى في صوت إسرائيل باللغة العربية، وسجلت حوالي 200 أغنية عربية لراديو صوت إسرائيل خلال الخمسينات والستينات. وفي شهر إبريل من 2014 قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن سعاد زكي اللي كانت مطربة مشهورة في مصر اشتغلت في إسرائيل عاملة نظافة في واحد من البنوك، ولما وصلت لسن السبعين اتجوزت زكي العقاد المسلم، وعاشوا في أمريكا 7 سنين ورجعوا تاني إسرائيل ومات هناك، وساءت أحوال سعاد المادية وتم طردها من السكن، وفضلت في الشارع فترة طويلة بتتسول لحد ما ماتت. الرقاصة كيتي، وهي رقاصة يهودية اسمها الحقيقي كيتي فوتساتي، كان لها أدوار في شوية أفلام إسماعيل ياسين زي عفريتة إسماعيل ياسين، أنا بحبك ولازم أخلصك من هنا يا ست حد الضغط ما تخلص إزاي، ومتحف الشمع يا ماما يو هو أنت هنا يا سمع مش خايف تيجي مرضى، ولكن اختفت تماما في الستينات. اترددت شائعات حوالين تورطها في شبكة جاسوسية، وبرضو جه اسمها مرة تانية لارتباطها بالعميل المصري رفعت الجمال أو رأفت الهجان، اللي كتب بمذكراته عن علاقة مع بنت اسمها بيتي، واللي وصفها بأنها كانت رقاصة مراهقة طائشة وأكبر منه بسنة واحدة، فمالت الآراء كلها ناحية الرقاصة الاستعراضية كيتي، وخصوصا لأنها اختفت في الستينات. سوريا فخري
أو زي ما اتشهرت بدادة حليمة، وهي ممثلة لبنانية اتولدت ونشأت في لبنان وكانت بتعتنق اليهودية، وكان أبوها تاجر أقمشة. هاجرت سوريا مع أسرتها اليهودية من لبنان لمصر وكان عمرها وقتها 25 سنة، وانضمت لفرقة الفنان علي الكسار. كملت بعد كده سوريا مشوارها الفني وقامت بكتير من الأدوار السينمائية والمسرحية، واشتهرت بدور الدادة حليمة. اتجوزت 3 مرات بس ما خلفتش. الأول كان محمد توفيق اللي كان محاسب الفنانين بس تم الانفصال، وبعد وقت قصير اتجوزت من شاب مصري وهو نبيل الدسوقي، واستمر جوازهم 10 سنين ومات بمرض خبيث. تقوم تتجوز مرة تالتة بفؤاد فهيم وعاشت معاه 7 سنين وساب لها ثروة كبيرة، وماتت سنة 1966 وما كانش ليها وريث عام، وبالتالي أموالها خدتها إلى أوقاف. ولحد هنا الكل متفق على الرواية، لكن اللي حصل بعد كده كان غريب. في حقيقة سوريا فخري اليهودية أثارت الجدل، لأن كان في معلومات إن أبوها كان من ضمن الجماعات الصهيونية اللي تسببت في الخراب اللي صاب لبنان وقتها، وإن كان بيتخفى وراء ستارة التاجر الفقير، ولما حس إنه هينكشف قرر يبيع تجارته ويسافر لمصر. وهناك كان اليهود بيتواجدوا في مجال الفن بقوة، فدخل بنته المجال واتجوزت من كبار المحاسبين بغرض التجاسس على ثرواتهم، وبيتقال إنها كانت بتدعم الجماعات الصهيونية بالمعلومات والأخبار والأموال. وفي أواخر أيامها وبعد الثلاث جوازات واللي سابوا لها ثروة محترمة، قررت إنها تبيع كل حاجة بتملكها وتروح لإسرائيل. وفعلا قامت بجمع الأموال ودفنتها في جنينة الفيلا، وده عشان تدعم الجماعات التخريبية الصهيونية، فكانت بتخبي متفجرات خاصة بالجماعات في قصرها، ويشاء القدر إن تنفجر المتفجرات في القصر وتتحول سوريا لأشياء وما قدروش حتى يلاقوا جثتها. وعشان ما كانش ليها وريث فالقصر اتحول لدار الأوقاف عشان يتبني مسجد، وفي وقت الحفر لقوا الأموال اللي كانت مخبياها وتم تخصيصها لاستكمال بنى المسجد. لكن الناقد السينمائي محمود قاسم أكد إن الكلام ده مش صح تماما، وإن سوريا فخري بالأساس فنانة بدأت حياتها في المسرح وجت من لبنان حبا في الفن، وكانت بتعيش حياتها في هدوء ومفيش أي اتهامات قابلتها طول حياتها، لأنها مثال للفنانة الملتزمة في شغلها، وكمان مفيش أي شبهة حوالين انضمامها لجماعة يهودية سرية أو غيرها، كمان إنها ماتت موتة طبيعية جوه بيتها، وكل الكلام ده افترى عليها. لكن يا ترى مين اللي يعرف الحقيقة؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا. ياريت تقول لنا إيه رأيك في الحلقة وشاركنا بمواضيع جديدة حابب نتكلم عنها، وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واتفرج على الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقات اللي جاية.